لله الأمر من فضل ومن بعض، لله الأمر من فضل ومن بعض، ولي من أولياء الله صاحبة الوجه البشوش والأسلوب الوسطي الذي لا يعرف للتشدد عنوانا. رحلت الكحلاوي بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد لتدفن في مقابر العائلة بالبساتين. عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، صاحبة العديد من الدرجات العلمية، تخصصت في الشريعة الإسلامية وحصلت على الماجستير في الفقه المقارن عام 1974، وحصلت على الدكتوراه بعدها ب4 سنوات في التخصص ذاتها. تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة. شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات ومقدمة للعديد من البرامج في القنوات الفضائية. كلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر. اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، واستمر ذلك منذ عام 1987 إلى عام 89 حياتنا. فاعملي حسابك أنك أنت ممكن تعملي وقاية كبيرة قوي ودرع عظيم بالحب، خلي الناس تحبك. وكانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم. وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها محمد الكحلاوي في البساتين، وركزت في محاضرتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية. يا أحبابي، يكفيكم من نعيم الدنيا نعمة الإسلام، ومن الشغل الطاعة، ومن العبرة الموت. يا أحباب، لتكن خطواتكم في دروب الخير على رمل ندي لا يسمع لها وقع ولكن لها آثار بينة. يا أحبابي، ما تحسر أهل الجنة على شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها الله. وبجانب العمل الدعوي لن تنسى الخير، فأسست الكحلاوي جمعية خيرية لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات. لترحل الكحلاوي لكن تبقى أعمالها خالدة، لترحل جسدا ولكن ستظل باقية بداخلنا. يا أحباب، المؤمن إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا ليكبر تكبيره أو يهلل تهليله أو يسبح تسبيحه، فلا تنسى ذكر الله.